كنتو نضرب مناصر ميدو محمد ضرب مناصر محمد المفروض المفروض المقابله كانت تحبس توقف فوالا لا ميور سوليسيون كانت المباراه تتوقف والمباراه يخسرها فالونس اذا حبيت تحارب العنصريه لكن ما فيش قانون يقول توقيف المباراة وخسارة الفريق الحاكم لازم يطبق القانون يطبق القانون محمد ما فيش قانون يقول إلا يديروا قانون جديد الآن شوف أكمل لك ميدو يقولوا بأنه إذا فيه كانت فيها عبارات عنصرية توقف المباراة والفريق نضم بالكين محمد نضم بالكين إذا حبينا شوف إذا حبينا قانون يخسرك إذا حبينا توقف المباراة توقف المباراة أوكي إذا حبينا نحارب العنصرية المقابلة تتوقف والفريق المستضيف يخسر وزيد غرامة مالية كبيرة فالونس 45000 يورو نوليو برك ميدو 45000 يورو سيريا باسكو وسانك ماتش هذا وقلت لك الاسبوع الماضي لو تذكر اسمح لي فقط نذكروا في شيء لما كنا نتحدثوا خطر علاش ما حاربوش الا فينيسيوس ما حاربوش الا فينيسيوس كل البشرات السوداء في العالم كل البشرات السوداء في العالم حاربوها انت لما تكلم على الحارس تاع فالونس اللي حارس وريك لا 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 اللاعب ايغودورو لاعب ماشي حارس مرمى واش جاب ايغودورو عند فينيسيوس مش حارس علاش قلت لك انايا اللاعبين تاع فالونس ما تضامنوش مع هذا اللاعب هذايا شفنا في عده مقابلات ويكونوا اشياء كيما هذه العنصريه الفريق الخصم يروح يتضامن مع هذاك اللاعب اللي عنده البشره السوداء فالونس زادوا شعلوا النار زادوا صبوا النار زادوا صبوا الزيت على النار هذه انا بالنسبه ليا كان من الاجدر الحاكم يوقف المقابله وتنتهي المقابله شوف الحاكم توجه نحو انشيلوتي حتى انشيلوتي ربما فيه نوع من الاضافه لما صرح بعد المباراه ما تنساش ريال مدريد جاي من خساره ب 4-0 امام سيتي اول مباراه بعد الخساره لا ماشي في الفرح نحكيو سيري والله خسر 4-0 ومن بعد جا الميستايا فيه ايضا شوف انا نهدر وشبارل باسكو هنا مادام لحقت لهنا سيك نهدر ونمد رايي نعم. فيه بعض الماكياج في القضيه من بعض الاشخاص ايضا المدرب يصرح يقول لك الملعب كله كل ملعب كان يغني اكرمكم الله فينيسيوس القرد هل هذا صحيح هل كل ملعب الميستاي 55000 كانوا يغنيوا الفينيسيوس نو سي دلا بريوسي مور 4-0 تاع سيتي جات هذه القضيه هل اليوم فيه نتحدثوا بكل صراحه هل اليوم في مدريد فيه حديث على مباراه مانشستر سيتي قضيه فينيسيوس هذا انا جاي لها غطات على كل شيء ميدو. غطات على النتيجه وغطات على عده ميدو. امور لذلك حتى هما ماهمش ملائكه ميدو هذه سنعود اليها بعد قليل في جزء مخصص لبيراس وهل لبيراس دخل في قضية فينيسيوس وهل استعمل بيراس قضية فينيسيوس من أجل التغطية على فشل ريال مدريد وخروجه بموسم شبه صفري هذه قضية موجودة وكنت سبقتها منذ قليل نريد المواصلة مع فينيسيوس وردود الأفعال ومخرجات هذه القضية روبن باراخا مدرب نادي فالنسيا يرفض اتهامات فينيسيوس لجماهير ناديه بالعنصرية ويقول بأن اللاعبين السود لطالما كانوا جزءا من تاريخ فالنسيا قال دار تاريخ في فالنسيا ويقول أنه من غير المعقول اتهام فينيسيوس لإسبانيا بأنها عنصرية بأكملها محكمة فالنسيا يقولون بأنها ستستدعي فينيسيوس للإدلاء بشهادته بعد تعرضه لهتافات عنصري يعني القبض على 4 شبان نعم. 19 20 21 23 سنة عمر 4 شبان نعم هذه القضية ستأخذ مجراها في العدالة كارلو أنشيلوتي اليوم قال بأن فينيسيوس لن يشارك في مباراة الغد وأنه يعاني من آلام في الركبة الآن نعود للقضية التي أثرتها ميدو والتي قبل ما تولي محمد تفضل قاسم لما قال فالونس ماشي معروفة بالعنصرية ولعبوا عندها لاعبين سود ولكن ماهوش نفس الجمهور ايضا نعم. لما كانوا يلعبوا اللاعبين عندهم دياكابي لما من قبل من قبل لا اليوم في فالنسيا كاين دياكابي دياكابي اسود البشره جاز عندهم المدافع اللي كان في ملعب بورتو مانشستر سيتي فرنسي مانغالا اسود البشره ما عمره ولا تعرف معليش ما نسخسك رودريغو اسود البشره ولا لا تشواميني اسود البشره ولا لا مندي اسود البشره ولا لا كامافينغا اسود البشره ولا لا علاش هاد اللاعبين عمرهم الا تعرضوا لهتافات عنصريه لانهم محترمين ويحترموا نفسهم في ارضيه الميدان يجيو يلعبوا كره القدم وما يستفزوا حتى واحد فينيسيوس افضل لاعب في العالم في الواحد ضد واحد وافضل مستفز في العالم من الاخر علاش رونالدينيو مستفز رونالدينيو ما كانش يتعرض لهتافات عنصريه
ايطو اللي تعرض فيه ساراغوس رونالدينيو الاسود البشر رونالدينيو رماوه بالموز كانوا يرقصوا له رقصات القرود وما كان لعب في برشلونه نعم بالموز ما شفتش ضربوه بالموز رونالدينيو ربما هتافات القرد اوكي رونالدينيو ايضا في اوساسونا هذيك المره تعرض لهتافات بدون رد فعل مع الجماهير ميدو كل المشاهير كل المشاهير الذين مروا على الدوري الاسباني تقريبا تعرضوا لهتافات حتى ميسي كان يدعى ايلانو القزم نعم في الأرضية الملعب في الضرب والقزم لأنه أنت تعرف بأنه قضية البيض والسود والعنصرية هي قضية عالمية ميدو القزم مش عنصرية ماشي كيف كيف ما قلتكش ماشي عنصرية يا ميدو دوغري ماشي كيف كيف الدرجة ماهيش نفسها وصف الناس الجنس البشري الجنس البشري ميدو يتحمله أي واحد الجنس البشري ميدو ربي سبحانه خلق الأسود خلق الأبيض خلق الأحمر خلق كاع الأجناس هكذا احنا مطالبين احنا في الاسلام يقول لك لا فرق بين عربيين وعجميين ولا فرق بين ابيض واحمر الا بالتقوى هذه نعمه الاسلام هذه احنا كمسلمين لكن هما يحاولوا يسوقوا لهذه القيم ولكن ما يحترموهاش حقيقه ما يحترموش هذه القيم في الولايات المتحده الامريكيه معروفه يعني مشكله العنصريه منذ الازل منذ وقت نعم جورج واشنطن احتقار الاوروبيين للافارقه معروفه ايضا هذه القضيه منذ الازل حتى انه في احدى اللقاءات السابقه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لما زار مؤخرا دوله مالي افريقيه مش مالي مش مالي ليست دارين في افريقيا مالي رئيس تلك الدوله قال لهم توقفوا عن النظر إلينا نظرة أبوية وعن نظرة احتقار نظرة الاحتقار تحدث مباشرة مع الرئيس الفرنسي بهذا الأسلوب يعني القضية هذه ليست قضية رياضية وليست قضية اليوم وإنما هي قضية منذ الأزل ميدو أي واحد. الجنس البشري ميدو ربي سبحانه خلق الأسود خلق الأبيض خلق الأحمر خلق كاع الأجناس هكذا نعم. احنا مطالبين احنا في الاسلام يقول لك لا فرق بين عربيين وعجميين ولا فرق بين ابيض واحمر الا بالتقوى هذه نعمه الاسلام هذه احنا كمسلمين لكن هما يحاولوا يسوقوا لهذه القيم ولكن ما يحترموهاش حقيقه ما يحترموش هذه القيم في الولايات المتحده الامريكيه معروفه يعني مشكله العنصريه منذ الازل منذ وقت نعم جورج واشنطن احتقار الاوروبيين للافارقه معروفه ايضا هذه القضيه منذ الازل حتى انه في احدى اللقاءات السابقه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لما زار مؤخرا دوله مالي افريقيه مش مالي مش مالي ليست دارين في افريقيا مالي رئيس تلك الدوله قال لهم توقفوا عن النظر إلينا نظرة أبوية وعن نظرة احتقار نظرة الاحتقار تحدث مباشرة مع الرئيس الفرنسي بهذا الأسلوب يعني القضية هذه ليست قضية رياضية وليست قضية اليوم وإنما هي قضية منذ الأزل ميدو